من هم الذي تسقط عليهم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة لا تجب على من على خمسة. وعليكم السلام. صلاة الجمعة لا تجب على خمسة أشخاص، وبعبارة أخرى تسقط صلاة الجمعة عن خمسة أشخاص. الأول المسافر، الثاني المريض، الثالث المرأة، الرابع العبد، الخامس الصبي. هؤلاء خمسة أشخاص لا يجب عليهم صلاة الجمعة، فإذا صلوا كان الله معهم، مش هو ما تجبش عليهم، مثل ما المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة، فإذا صلت وهي حائض بدلت صلاتها وهي آثمة. لكن هؤلاء الخمسة، إذا المسافر إذا أراد أن يصلي فلا مانع له أن يخرج من السمسرة أو من الفندق ويصلي صلاة الجمعة. المرأة لا مانع لها أن تخرج تصلي صلاة الجمعة. العبد إذا أراد أن يصلي فلا مانع له. الصبي كذلك. المريض إذا قدر على الخروج فهي مجزئة منهم، لا تجب عليهم، أي على هؤلاء الأشخاص الخمسة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف، صحيح نازل، يعني ليس بمسافر، مقيم. صلاة الجمعة تجب على كل مكلف، يخرج الصبي، ذكر يخرج المرأة، صحيح يخرج البريد، حر يخرج العبد، مقيم يخرج المسافر. فهؤلاء الخمسة الذي أخرجناهم لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة لا تجب إلا على كل من قد كان مكلف، لا صبي، ذكر لا أنثى، حر لا عبد، مقيم لا مسافر، صحيح لا بريد. هؤلاء الخمسة، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فإذا أرادوا أن يصلوا فهل تجزي؟ نعم تجزي عنهم صلاة الجمعة، لا يلزم، لا يلزم ولا يجب عليهم، لكن إذا أرادوا أن يصلوا فلا مانع وتصح صلاتهم. فهو مثل ما الحج، لا يجب على الإنسان أن يتدين يستقرض لأجل يذهب إلى الحج، لكن إذا استقرض ثم ذهب إلى الحج فالحج هذا قد صح منه، ما نقولش أنه باطل، بخلاف إذا سرق وصار يحج بالفلوس هذا فلا تقبل صلاة الحج ولا شيء. أو المرأة إذا قد كانت حائض لا أقبل منها صلاة ولا تصح صلاتها.